يوم القيامة هذا يوم أني كنقرأ عليه، لكن كحقيقة لا يمكن أن ندرك كيف يكون العبد يوم القيامة. أنا نسمع كلام، لكن كحقيقة أسأل الله السلامة. اليوم للأم تدفع ابنها لنار جهنم حتى تأخذ منه حسنة، هذا ماشي يعني العقل والتفكير ديال تاعنا في الدنيا لا علاقة له بالعقل والتفكير يوم القيامة. يعني لا تحاول أن تدرك أو تفهم يوم القيامة بعقلك الذي في رأسك الآن في هذه الدنيا، يعني الأمر لا ليس هنالك شي فهم ولا شي إدراك ولا شي حاجة يدرك الإنسان هول يوم القيامة. لا تحاول أن تفهم. يخطر بالك أن الأم اللي كتموت لأجل ابنها يوم القيامة تدفعه في نار جهنم من أجل حسنة؟ ممكن أصلي هذا؟ لا يمكن. إذن كيف يمكن فهم هذا الأمر؟ هذا الأمر كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس عراة حوفاة غرلا. السيدة عائشة بفهم الدنيا قالت يا رسول الله رجال مع النساء، قال يا عائشة الأمر الهول أكثر مما تتصورين يا عائشة. يعني سيدة عائشة فكرت بالأمر بعقل الدنيا، أما سيد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في الناس فين باقي يشوف العريان ولا يشوف اللي لابس ولا يشوف كل واحد في همه لهول الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى يستر علينا يوم القيامة تظهر حقيقتك، حقيقة اللي في مضمورة في قلبك تظهر يوم القيامة. الإنسان المخفي داخلك، المخلوق المخفي في داخلك يظهر يوم القيامة. لا عقل ولا تفكير ولا إنسان في الدنيا بعض الأوقات في الدنيا تظهر منه بعض الأمور تخيفه من داخله. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمنون الموت في سبيل الله، يتمنون الموت، فلما تأتي الحرب والموت يهربوا يخافوا من الموت. الكلام عن الأمر وانت بعيد عنه مشك الأمر وانت داخله هذا لا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاول يقربنا المعنى، الله سبحانه وتعالى في القرآن يقربنا بعض الأمور، لكن كحقيقة لا. مثلا لا عقل ولا فهم ولا نبوة ولا الأنبياء خايفين. الأنبياء خايفين. هذا الحقيقة الوحيدة التي تظهر على حقيقتها هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير النبي لا يوجد مخلوق يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى خلقه لهذه الساعة، بهذه الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، يعني أنا خلقني الله لها،
لهذه الساعة أنني سأنقذ الخلق من هول الانتظار، انتظار الحساب. إذا تحاول استحاجتها، تحاول النبي مهما كان نبي. أعطيك مثل، كمثل في الدنيا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبوه ولا ما يحبوش؟ يحبوه، كانوا يفدوه بأرواحهم وبأنفسهم. هنالك حديث للسيد سيدنا علي، سيدنا علي له كلمة ما مذكرش العبارة دياله، لكنه قال: كنا إذا اشتدت الحرب وأحمرت، ما معرفتش العبارة العربية، يعني لما الحرب والقتل هذاك، لدنا برسول الله. لما يشتد القتل والخوف اشنو كيديروا؟ اشنو كل سيدنا علي هذا البطل، سيدنا علي البطل، سيدنا علي مش انسان عادي، ولي والله بطل، كان شجاع وبطل. اشنو قال؟ قال: لدنا برسول الله. كيف كيفاش نفهموها؟ المفروض سيدنا علي يقول اشنو يقول؟ حمينا رسول الله، ولا دافعنا عن رسول الله. لا، قال: لدنا برسول الله، كانت خباو برسول الله وهو سيدنا علي. كيفاش نفهموها؟ كيفاش نفهموها؟ سيدنا علي كيقول فاش كتشتد الحرب والقتل، لدنا برسول الله. هذا سيدنا علي كيعبر عن الحقيقة المضمورة فيه الداخل، أنه شدة القتل وشدة الحرب يظهر المخلوق اللي فيه أنا الحقيقي الذي لا ملاذ له إلا رسول الله في الدنيا وفي الآخرة، وكأنه يوم القيامة. يوم القيامة لما تشتد هادشي، المفروض نحن نحمي رسول الله، نحن نلوذ برسول الله. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، ما لي من ألوذ به إن لم تكن أشناول أش كيقول سيدي البوصيري، لم تكن آخذا بيدي فقل يا زلة القدم، صلى الله عليه وسلم. لهذا حتى لو كانوا أنبياء، هذو أنبياء، لكن أنبياء تحت جناح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان نبي، يوم القيامة تظهر حقيقته أنه لا نجاة له إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان نبي. فالنبي تظهر حقيقته يوم القيامة، يوم القيامة لا يرى إلا نفسه وذنبه. ولنا نهالك، أنا أذنبت ذنب، مع أنه ذنب ليس هنالك ذنب للأنبياء، ليس هنالك، لكن هول يوم القيامة حياتهم وعصمتهم كلها تذهب، ولا يبقى نظرهم إلا أمر ظاهره ذنب. هول يوم القيامة لا يمكن أن يخطر على قلب، لا يمكن الإنسان أن يتصور. أنا في الدنيا نتجالس ونتذكر، يوم القيامة لا تشوف فيا ولا تشوف فيك، قلب هذه ولا تقلب هذيك. مهما كانت القرابة، إلا إذا كان شيء لله، إذا كانت صلة في الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم. إذا كان شيء صلة لله، إذا كانت صلة لله، الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر هذه الصلة يوم القيامة، فيحن المؤمن على أخوه. علامتها في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى يعطي
للمؤمن محبة أخيه في الله بكثرة الدعاء له. على متى؟ أنه دائما يدعو لإخوانه: يا رب أخي فلان، يا رب أخي فلان. يعيش عليها في الدنيا في ليله وفي سجوده: يا رب أخي فلان وأخي فلان وأخي فلان وأخي فلان. فيعيش عليها ويبعث عليها. عاش عليها يوم القيامة ما كتبقاش، كتبقى فيه: يا رب أخي فلان أخي فلان، حتى يوم القيامة. لهذا أولياء الله يشفعون في مريديهم، لأنهم في الدنيا يحب إخوانه، فيوم القيامة لا يترك إخوانه، لأن هذه صلة في الله. لهذا الأخ لا يجب أن يترك الدعاء لإخوانه، وخصوصا إخوانه اللي ما عجبينوش، إخوانه اللي ما عجبينوش: هذا دار لي وهذا دار لي. هذاك هو اللي كثر ليه الدعاء. أما هذاك فلان، أما اللي يدعي على الخلق كي دابا اللي يقول: يا الله الله يعطيه، الله يغرق ليه، الله يدعي ليه. اللي كيدعي على الخلق هذا مسكين، الله يكون بعونه، الله يكون بعونه. لا بد الله سبحانه وتعالى أن يظهر الحقيقة المحمدية، أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الدعاء لأمته، وكل واحد باسمه. الآن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أحبابه كل واحد باسمه، كل واحد باسمه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كمبيوتر، كل واحد باسمه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لأبي بن كعب: قال له: يا أبي، إن الله أمرني أن أتلو عليك هذه السورة. قال له: يا رب، قال له: يا رسول الله، الله ذكرني أنا باسمي. قال لي: الله طلب مني باش نقرا عليك هاد السورة. قال لي: الله، أنا ربي قال لك فلان، أنا موجود، أنا ربي إكزيست. قال لي إيه. قال لي: فكذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد باسمه من أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لا يجب على المسلم أن يترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشر، ومن صلى علي عشر صلى الله عليه بها، ومن صلى علي مئة، ومن صلى علي ألف وجبت له شفاعتي يوم القيامة. هذه ليست القضية، ليست قضية عدد، لكن كحقيقة، يعني ابني صلة برسول الله حتى لا ينساك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الصلة بينك وبين رسول الله هي صلة أنت التي تبنيها، أنت الذي تبنيها حتى يوم القيامة لا تخفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فلان وفلان 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 وفلان، ولو يوم القيامة، والهول أصحاب النبي معروفين، ولو بين الخلق: فلان 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 فلان. الأنبياء يطمعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هم يطمعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. الهول أكبر مما تتصور. بداية الهول سكرات الموت. هذا المؤمن رجل لا يحركه شيء. سكرات الموت موت موت موت، أهلا وسهلا بالموت. أنا كانش رجل في الموت يزل قدمه، في الموت يزل قدمه. شيطان يجي يقول لي جوج كلمات يضحك عليه، يزل القدم.
ده هول القيامة متى يبدأ؟ في الموت. هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد قامت قيامته. بدأت القيامة، هول القيامة بدأ في سكرات الموت. الله يثبتنا، الله يثبتنا، الله يعطينا بمن نتخبأ. أما الإنسان يبعث يوم القيامة وحده، والله يا الله يكون بعونه. وحدك، لا حبيب ولا أنيس ولا قريب ولا شفيع. تخيل الأمر، وحدك. قال له: كن أبا ذر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كن أبا ذر. عارفين القصة، أبو ذر في واحد الغزوة حتى خرجوا وابقى تخلف. لما خرجوا عاد هز حوايجو تبعهم، والجيش غادي، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شافوا شي خيال جاي في الصحراء بوحده، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع انه ما بينش عارفه. قال له: كن أبا ذر. قال له: سبحان الله يا أبا ذر، تعيش وحيدا وتموت وحيدا وتبعث وحيدا. قال له: أنا الفرد عند الموت، أنا الفرد. لما الإنسان يكون في سكرات الموت ولو أحدها الناس لا يراهم، لما يشوف العالم الثاني الناس اللي حداه، يقول: لا إله إلا الله. يقول: أين هو مسكين؟ هذيك غير الاستئناس كيسمعها إلى وصلاته فينا الهول مع 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 العالم الثاني. أنا الفرد عند الموت، والفرد في الفيلا في القبر. وحدك، وحدك في قبرك. وأحشر فردا، فارحم الفرد يا فرد، فارحم الفرد يا فرد. أسأل الله العفو والعافية. الله سبحانه وتعالى أولياء الله أعطاهم قلوب ليست كقلوب الخلق، من محبة لأحبابهم وإخوانهم ومن جالسوهم ومن أحبوهم، أعطاهم الله سبحانه وتعالى شيء خاص بهم. يعيشون لأجل الخلق ويموتون لأجل الخلق، ويوم القيامة يبعثون لأجل الخلق. الله لا يحرمنا شفاعة الصالحين ولا محبة الصالحين. وربي ما عرفنا بهم بالدنيا إلا ليجعلنا معهم يوم القيامة. هذا حسن ظننا بالله. ما عرفنا ليقطعنا، ما عرفنا ليحرمنا منهم يوم القيامة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.